إخوتي أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. أيتما دي السماء بركة غن والنون، مرحبا بكم. إذا الموضوع ديال الساعة وهو الدولة العصابة، بمعنى ماشي دولة ماشي عصابة، بين الدولة والعصابة، والعصابة هرفت على الدولة. إذا حنا ماشي في دولة، ماشي في بلاد، كاينة دولة، ما كاينش مؤسسات، ما كاين حتى وزنة. إذن الدولة العصابة، اغتيال طبيب العسكري مراد الصغير، وغنتكلموا على السكير المخمر اللي لعب عليه الشراب، اللي ما قدرش يتمكن من الشراب، الذي لا يعتمد عليه مول الكاسكيطة. الكل يعلم بأن العقلاء والمغاربة الذين يحبون البلاد والعباد بمعنى الوطن، اجمعوا واجتمعوا واتفقوا، وخا هما متشردين في مشارق الأرض ومغاربها، على أن مراد الصغير رحمه الله قتل، وذاك القتل كيدخل في القتل ديال الدولة، كتسمى به جريمة الدولة، جريمة الدولة. وهناك حجج دامغة دامغة، ما يمكنش إنسان يطلع ويتجرع ويقول هذه مش الحجاج. أي واحد بغى يناقش القضية متاع القتل ومتاع الجريمة خص يكون قرا الإجرام وخدم في هذا الميدان، ولا عاش في الشارع الكبير والشوارع متاع الدنيا فين كاين الإجرام سنين عدادة، وعنده واحد الدراية بخبايا الأمور. واحد الإنسان اللي هو غير من الفقر، من الجوع ومن النوع، ولا أحترم الفقراء، لأن في التاريخ ديال الإنسانية الناس كيعتنيو بالفقراء وكيعطوهم يد المساعدة. ما عمر في شي حضارة اعتمدوا على الفقير. وهذا الفقير هذا ملي كيمشي للسجن وكيعاود يمشي للسجن، لا يرجى ولا لا أحد ينتظر منه شيئا. اللي ما سلكش راجلو كيفاش غيسلك الاخرين؟ اذن الموضوع ديال الساعة هو هاد مول الطاكسي ولا مول الكاسكيطة، هو غير حباس غير كيكرون من أردل القوم، لما تحمل مسؤولية ديال الأسرة ديالو شي خرج، والقضية دازت عليها أكثر من شهر أعتقد، وبحكم ارتد عن الحقيقة وعن الواقع رجال الأمن ولا المخابرات وعدوه بشي تخرميزة باش يكبر ولادو، خرج وحط صورة من موراه كيعتقد أنه ملكي وأنه من السلطة، وأي واحد كيحط صورة من موراه يقرأ في الجامعات العظمى ويكون حباس، لا نحترمه ولا نقدره ولا ننصت إليه. أي واحد كيحط الصورة متاع ملك من وراه ولا أمير، هذا وأنا ولد الإعلام، ولد لا كومونيكاسيون، ولد السيكولوجي متاع الشارع اللي ما تقدوش عليها، تيكون إنسان فقير ضعيف نحيف، يعيش الفاقة والفقر اللغوي، واللغة ديالو ضعيفة،
وتبغي يكملها حط من موراه ملك. راك حط من موراك غير صورة لملك، في حين أن ذلك الملك سقط وسقط عنه الملك وهو خارج البلاد وخارج الوطن. كيف تعتمد على صورة باش تعطيك واحد المصداقية؟ المصداقية انت اللي خصك ديرها لراسك، امول الكاسكيطة باش تعرف. حتى السمي ديالك غيرتيه، لان لا اصول لك ولا اخلاق ولا قيمة اخلاقية لك ولا جذور لك. كتخرج وكتبغي تحدى الناس اللي قالوا القديرة فات وجبدوك باش ينعسو بك الناس، حيت المعضلة راها صعيبة، الإشكالية راها كتيرة، وما عندهاش حل، عندها أكثر من حلول، والدولة ما كاينة شاي، وهرفات عليها وهيمنات عليها وسيطرت عليها العصابة. ومي كنقول هنا العصابة، واحد الإفريقي حتى هو لا أصول له، كان غير في السجن تاع افريقيا، ودخل البلاط والفيلات والديور الكبار. اليوم البلد مشات، المؤسسات مشات، المؤسسات المالية كذلك، الدولة مشات، القضاء مشى، الريادة مشات، الفن مشى. إذا ما كاينش دولة، ديك التصويرة سير خبيها وديرها في الطواليط ونمسح بها الترمة ديالك، حيت الرجال تاع السيد ديالك اللي عندهم تكوين وعندهم الفيه في الفئة فعبدا مسحوا بها الخرزة ديالهم اللي هو قدو الرمي، وانت كتهزها. اذا هذا الفيديو كنهديوه للقاضي قنديل باش يعيد النظر في التفكير ديالو، وراه خطأ وخطأ وخطأ. وخرج في الأسبوع الماضي كيتوجه بلا ما يقول الأسماء للناس اللي كيشتموا هذا وكيسبوه وداك الشيء، وقال لك هو إنساني. الإنسانية ديالك وعيد النظر في التفكير ديالك. شتي كيخرج عطيه دابا الحجة الدامغة باللي راه أغتيل. إذا غنتصنتوا لهذا الموشخ هذا وهذا العبد الدنيء اللي بغى يخدم المخابرات، ما كانتش عندها الجرأة والشجاعة باش تحبس وتوقف زنديق واحد. الأطنان، الآلاف ديال الأطنان دخلات ظرف 15 سنة ما وقفوش واحد، في حين ما تشوفيها الناس. اذا تسنطوا لهذا سميتو، وراه سكير وراه في حاله سكر، في حاله سكر، وتسنطوا ليه وغتعرفوه. هما الاخوان، الناس اللي كيشجعونا والناس اللي كيدعمونا، كنبغي نشكرهم بزاف. اليوم هي نهضروا في واحد الموضوع شويه او تخطر الناس بزاف، الا وهو وفاه الطبيب العسكري مراد صغير. الله يغفر لي والله يتجاوز علي ويجعل والله يجعل مثواه الجنة. وانا من خلال الفيديو الاخوان كنبغي مثواه الجنة تفرج في الفيديو يدعي لها السيد بخير مواطن صغير اللي كان من بين المدافعين على مول كاسكيطة. كان شغل بزاف وعمر خير ما ننساه، وعمر الوقفة اللي وقفتي معايا ما غنساها خويا مول. الله يجعل لك تضاربت الآراء واختلفت. أنا الإخوان بحثت في هذا الموضوع هذا،
الرياحيه. مراد صغير اور ملقب بالطبيب العسكري توفى الله مات. كاين شي ناس كيغوتو المخزن اللي قتلو، البوليس اللي قتلو، الدوله والنظام اللي قتلو. اوكي 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 انا معاكم انا معاكم انا معاكم. كنقلب على شي واحد عنده شي دليل من الموت كيبين بان هذا السيد مات مقتول ما بقاش. وانا اتحدى اي شخص يراسلني وغنحط لكم النيميرو التليفون ديالي الا كان عنده شي دليل من الموت انا بغيت نبينو الرايه. الا كان عندك شي فيديو ولا شي مكالمه صوتيه مسربه تقول بان مراد صغير مات مقتول انا بغيت ننشرها. انا بغيت نوضح الراي العام بان السيد مات مقتول ومات اولا من تكون انت غير حباس مشيتي الحبس جوج مرات وما استفدتي شيء. هذه اولا. ثانيا انت يا ما عندكش الحق طلع وتكلم وتعطي النصائح والموعظه وتدخل على الناس البيوت ديالهم والاسر. لماذا انت مشيتي للسجن اكثر من 4 شهور؟ انت مشيتي للسجن 4 سنوات. بمعنى انت اليوم ما عندكش الحق تخدم في الاداره. لماذا انت سقطت عليك الجنسيه؟ كذلك خاصك واحد 5 سنين من نهار اللي خرجتي ونهار باش تولي انسان مغربي، تولي موضوع جلاله الملك اللي هو سيدك وحط الصوره ديالو موراك. بمعنى خاصك 50 نهار باش ترجع لك الحقوق المدنيه ديالك، لي دغوا سيفيك ديالك، الحقوق المدنيه. انت ما عندكش الحق تقعد تهضر فهمتيني باش تكلم. الا خدموك المخابرات راه هذه هي الحوجه الدامغه بحال اللي خدموا ميسا سلام الناجي والعذراوي والمهداوي وتحفه بلي الدوله ما بقات شيء، ما عندهاش الرجال يخرجوا يهضروا، ما عندهاش المثقفين والنخب. علاش ما يخرجوا شيء نعيم اللي هو كيهضر في التلفزيون وخبير؟ علاش ما يخرجوا شيء منار السليمي مخرجينك انت حباس؟ راه الكلام ديالك لا قيمه له. ايوا حنا غادي نعطوك الحجه الدامغه بلي هذيك جريمه قتل، وانا راه ولد الاجرام وعشت الاجرام وكان في الاجرام ودرت الدروا هذاك درت لا بسيكولوجي ديال الاجرام ودرت الدروا بينال. هذيك راه جريمه ديال الدوله. المهم غادي نرجعو وغادي نسمعوك ونعطوك حجاج ونعطيوك الحجاج. هذوك حجاج ولادي اسمع. لا غيك لا غيك نمبر 1 قانون رقم 1 واش سمعتيه؟ راه تيهضر تيقول ما غيديوني شيء وانا حي. القانون رقم 1 اللي كيقول واحد الانسان اللي واقف في الخندق وكيدير الحرب العدو ديالي ما غيدينيش حي، حيت الا داك العدو حي انت ماشي راجل غادي يحقرك، ومين غترجع للوطن ديالك غادي يقتلوك، حيت غتولي اجون دوبل، غتولي جاسوس. انت عطيتي الاخبار خصك تموت. قالك انا ما غيدونيش حي، بمعناها ما غيسلمش راسو. هذه هي الحجه الدامغه. اقول لك في طيار حبات هي السكيري وما تقدش. شوف راه ما تقدوش على الشراب، راه قلنا لكم وعاودنا لكم في هذه القناه قبل ما يطلع هذا الموشخ هذا نتاع اما عطينا باديه من البوادي من الفقر من الفقره. قلت لكم راه ولاد فقراء ما تعتمدوش عليهم، راه اللي بدل سميتو ما تعتمدوش عليه. راه ما يمكنليش ينعس الا ما نعسش في حجر ديال عاهره ولا ما دوخش راسو بالخمر
وبالحشيش وبالكوكايين وبالزين تا 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 وراه كيحشيو كتوصل حتى لدرجه كيحشيو القوان في الترمه ديالهم تاع المخدرات باش ينعسوا باش ينساو الواقع ديالهم. ما يقدرش يواجه الناس ويهضر معاهم. طلع سكير حيت في الاعماق ديالو كيعرف هذيك راه جريمه تقتل وما يقدرش يقولها، ولكن قالوا ليه هضر على هذه. شحال خديتي عليها؟ 100 درهم 1000 درهم 2000 درهم وصرف كثير. راجل عليك راجل عليك، كان كتب لك الفلوس الحمر بالحمر وكتقول لي كنشكرك. لا لا تشد فمك، ما تقدرش تقول لي ما تحقدش على الحبس. انت غير حباس تيرمد، ما عندكش محامي نتاع بصح يدافع عليك، ما عندكش اسره تدافع عليك. شو غير السميه ديالك بدل فيها ملك كاسكيتها، كتربي الدماغ ديالك، الدماغ ديالك حتى ما عندكش دماغ فيك خريه بحال كاع الفقراء. هو الشي يقول ما غيدونيش حي، وفي الوقت اللي هو تيهضر كيفرعوا عليه الباب فين شتينا بلاد البوليس كيفرعوا الباب على شي واحد. سمعتيه؟ اش كيوري تمانية؟ كيوري كيوري الباب نتاع الشقة ديالو، ما كاينش في أمن، ما كاينش أمان. باب ديال البيت ديالو نتاع لابارتومون ديالو، من مور الباب داير واحد البوفي ولا واحد الديسك ولا واحد الطبلة تقيلة، حيت غيدخلو غيغتصبوه ويفرشخوه ويديوه. كدافع درتي ابحاث، شكون اللي خولك دير ابحاث؟ اش الثقه ديالك باش دير ابحاث؟ انت غير حباس، انت كدير ابحاث تحداك وتحدى ولادك ولادك خمسه ثلاثه د الاجيال الجايه من دابا 75 عام تحفهم فيهم يطلع قاري، تحفهم يكون معلم، تحفهم يكون وصل، يكون قاضي، يكون كوميسير، ما يقدر يدير بحث حيت الفقر ما يخليكمش تخرجوا منه. وانت كبرتي في ولادك الدل وغتخلي الدل لولادك على عين انت غير مول الكاسكيطه. سمعتي؟ هذا كيتسمى اضطهاد، هذا كيتسمى اغتصاب. جيني اوكي اغتصاب. انت غير سكير، انت غير سكير، ما احترمتيش الابناء ديالك والاسره ديالك. وانت سكير كيف تحترموا الاسره كيتسلطوا ليك؟ فهمتي؟ كتهضر بحال بصح. انتم راه غير الناس ديال بلعاني الملكيين، الملكيين غير ابناء عاهرات وكبرتوا في حجر نتاع العاهرات. كوكتشو رجال، كوكتشو رجال، ما تدخلش العصابه حتى الوسط نتاع البرد. كوكتشو رجال، كنتو رجال قطعت تهضر باش تاكل خبيزه ودويزه، والله تتموت قبل من الوقت. دابا غادي نعطوك حجه واحده اخرى، تسمح حجه واحده اخرى. اسمع اسمح لنا القاضي، سير استراح شي شويه حتى عيطوا لك، احترم شي شويه. سمعت اش يقول السي الحموشي والدخيشي و هذاك الخيام قبل ما يموت؟ قال لهم الله يرحم الوالدين غير قرطاسه وقت لينا خلونا نرتاحوا، حيت كيعذبوه وتيكرفسوه في الدماغ ديالو باش ما ينعسش مزيان وما ياكلش مزيان وكيدفعوه ينتحر. وقالها قال انا ما غنتحرش عباد الله، وانا ماشي مريض عباد الله، وانا راني صحيح عقليا وجسديا، راه طبيب عسكري، راه في اسره ديال المثقفين، راه مو كانت معلمه، تمك وربك كنت
هذا هو المشكل مع اولاد الفقراء. قال طلع شو باغي تلعبوا فلسفه، باغي تدافعوا على الدوله، راه عاهره تعطيها خاتم ديال المليار. شوفوا كلكم الفقراء مش على الكره الارضيه، ما عمركم توصلوا المليار اذا اجتمعتم. عاهره خدات خاتم مليار، والناس كيهضروا بالفيلات تاع 7 8 مليار، وانتم كتصفقوا عليهم. صفق على الاحمر بالاحمر البارح كنتي كتطلطق في الجمل، كنت كتقول لا انا كنت كنضرب البره، وكنت كناكل فيه المليون، وكنت كتهضر لي كتطلطق الجمل، انا ما كنعرفش الجمل، وقلتي القروات والقرحوش والبرطوش، انت غير حبس ودابا باغي تطلع. ها هو قال هذا، وحده قال له ما تدونيش حي بمعنى غيدوه ميت. راه سمعوها ودفتي غير في الحرس وحطوك مع الزوامل وحواوك الزوامل وقطعوا عليك الحجه، وتصور على هذا ما قلبتي في راجل 80 ولا 80 ولا 60. انا راك عارف الوضعيه ديالك، ولكن ما تلعبش 10 كم داون، ها كم داون. راه كنعرفوا البناء العايرات، كنعرفوا ولاد الفقر، كنعرفوا ولاد البنات. سمعت اش قال في هذا الفيديو؟ هذا الفيديو راه ديال فسحه، وفيه هنايا كيستشهد بالقاضي. قال ضربوني بقرطاسه وخليوني نستراح، راه كيضحك عليكم العالم، حيت العالم كي كلهم كيشوفهم كيدقوا عليه في الدار وكيفرعوا عليه البيبان ديال الدار، وبحكم ملكي علاش تقتلوه؟ ما غتعرفهاش وما غيقولوها لك شي، انت غير حباس قلنا لك. دابا غندوزو شويه اللور نتسنطو لهاد القضيه اش غيقول. راح اليوم السيد تسرين عليه باش انت تكون انا رميه في لعبك، تسرين عليه باش انت تكون انا رميه في لعبك. قالها جوج مرات، جوتشا مقتولة. قال جوتشا مقتولة، هي بغا يقول جوتشا باردة تقتل، جوتشا بردات وخلاوها تمانية. بمعنى هادي راه ماشي جريمة، هادي راه أكثر من جريمة. الدور ديال الدولة ونتاع المؤسسات ونتاع المخزن ونتاع الأمن هو حماية المغربي. إذا درتي جريمة راه كاين محاكم، علاش ما داوش للمحاكم؟ حيت ما عندهمش شي حجة دامغة باللي راه دار جريمة. نسنتو لهاد القضية هذا، وهاد القضية هذا راه كنسخط عليه. على قبلك، على قبلك أنت مول الكاسكيطة السكير، هذا شتمتو واحد ما عرفتش واش 5 ولا 6 المرات، غير هاد واحد 3 أيام، على قبلك. لا هي قراءتي، أنا قراءتي ما أتي بها. هذا انا سخت عليه. هذا بمعنى الفكره والحكم، حيت قال هذه جريمه قتل، قال هذه راه قتلوه غير ما قال شيء، جريمه ديال الدوله. قال بانه هو مارس الجنايات والجلحه وفي دهاليز تاع المحكمه، ماشي حكم ديال قال شي بوجعران. هنا تقلقت عليه، كان يقول ماشي حكم نتاع ابراهيم راح بالسكير على قيمته. هادشي اللي خصك كان يقولها.
نعاودوا نرجعوا لهذا القاضي، هذا قاضي سابق، ما بقاش قاضي. المهم الفيديو، المهم راه في مشات هذا فسحه باش ما نطولوا شيء، راه قالها، قال هذه انا راه قاضي دابا، هاد القضية هذا راه كان كيصيفط بحالك نتايا للسجن، بحالك كان كيصيفطهم للسجن، راه كون جابوك ليه وضرب جوج ولا ثلاثة متاع البيرات راه غيديك للسجن، راه كان قال لك انا مارس القانون في الدهاليز ديال القانون، واش نتيقوا بقاضي واللي كيهضرها تيقولها من الارض نتاع الحريه، ولا نتيقوا بك نتايا اللي غير حباس وما عندكش الحق تكلم في هذه المواضيع هادو، لا يجوز اطلاق، انت حباس خاصك 5 سنين ونهار غير باش تشارك في الانتخابات وباش تخدم مع الدوله وباش تكون عندك مصداقيه وباش تاخذ باسبور، انت راك ماشي مغربي، هاد المواضيع نتاع المجتمع ونتاع الفساد والاصلاح والانقلابات انت ما عندكش حق تناقش فيها، بحال كاع اي ملكي اي وحده من الفقر، ما ترتقيوش باش تعرفوا لهاد المسائل هادي، انتوما جيعانين وتيخلعكم النظام، راه اجتمع العقلاء عباد الله قالوا هادي راه جريمه، وانت كتجي كتقول لا ماشي جريمه، اعطوني شي حجه، اش الحجه؟ واش النظام غيدير جريمه ويجيب الحجه؟ فين مشى الانسان مده طويله؟ فين مشى التليفون ديالو، السوارد ديالو تاع الدار، السوارد تاع السياره، الملابس ديالو فين مشاو؟ علاش ما عطاهمش؟ حيت عامرين بالدماء، احنا ما محتاجينش الحمار بالحمار يا السكير، الحجاج راه وقعت جريمة، بقي الأجدود نتاع الأجدود نتاع الجدود ديك ما تزادو شي، نتاع واحد الملكة اللي عقل على السمية ديالها يقولها، كانت في مصر أعتقد، واللي كانت غطيح مع هذه تقريبا شي 600 700 ولا 700 سنة وكتر، كانت غطيح في الحب نتاع واحد نتاع واحد القيصر نتاع الرومان، و عندها جوج ديال الجاريات ديما تيكونوا معاها، وغيت قال ديك الساعة انها سقطت في الحب نتاع سميتو جيني وفي الهوى ديالو وداكشي، وبغات تقبطو ليها وما بغا ليها شي، غادي تنتحر، باش غادي تنتحر غتقطع قربة، وديك العقربة غتقطعها، وديك الجارية غتحط لها العقربة والعقربة غتضربها وهي غتموت، والجارية غدير العقربة الجارية الأخرى وغتموت، وديك الجارية حتى هي غدير العقربة ليها وغادا تموت، غيموتوا بثلاثة، ديك الفترة الزمنية قبضها الشعب، اليوم فضل المدرسة الأمريكية في علم الإجرام، وأنا كنهضر معاك في الإجرام، غيخرجوا اللي كيتسموا دي ديتكتيف بريفي في الإجرام، بداو كيجبدوا الملفات اللي تعذروا على البوليس نتاع 100 عام 50 عام 60 عام في الميريكان، لقاو شحال من واحد من مور 70 عام دار جريمة مشاو ليه، غير واحد من هاد الناس هادو غادي يخدم على هاد القضية هادي نتاع هاد الملكة اللي كانت في الحب ديال واحد القيصر من القياصرة نتاع الرومان، غير قال لي هذيك جريمة ماشي هي اللي انتحرات وداكشي،
قد ايه كتخلي على عشت في المنطق، حنا في واحد العالم فيه الرياضيات وفيه وفيه والجريمة تطورات، حيت الدروا بينال ماشي هي لا كريمينولوجي، القانون الجنائي ماشي هو الإجرام، هذاك قانون جاف. علم الإجرام فيه البنية التحتية، فيه الثقافة بتاع داك الحي اللي كتعيش فيه، فيه علم النفس، علم الاجتماع، علم الجينات، وكتدخل داكشي كلشي وكتغلبلو، غادي يلقاو بلي ديك هذاك العقربة ملي كتضرب كتقتل مرة واحدة، وفي الحقيقة ما كتقتل شيء، كتأدي الأداء واحد 25 ل 30 دقيقة. كيف يعقل؟ غادي تضرب وتعاود تضرب وتعاود تضرب. انا راه كاينه جريمه هنايا، فهمتيني، هنا راه كاينه جريمه، هنا كاينه جريمه، وما تطلبش راه اي واحد كيطلب اتوني بالحجه في هذه الجريمه هذه، غير اما حمار اما تيخبي شي حاجه، راه ما تيموتش الطبيب في 55 سنه ولا في 60 سنه، وموشي طبيب، راه طبيب عسكري، راه كيعرف لا طلع الضغط ولا هبط الضغط، راه ما كياكل شي بوش بال وساندويتشات في الزنقه، راه ما كياخدش الادويه حيت عارف اش فيها، راه ما كيمشيش ياكل مع الناس في الزنقه حيت عارف كاع ولاد الشعب الفقراء غيعطيهم الحموشي 4 دراري غادي يقتلوه، راكم شفتوه هذاك سميتو الحمار نتاع ديال ادريس المصري كيعبى العجين، واحد خدا وراه تخلص فيه 800 مليون، نزيدو نتسنطو ليك انت جايب شويه، اذا ما تخرجش عينيك وخصك تنسى من تكون، راه غيخليوك المتابعين والمتتبعين، راه ما تبقاش باش تاكل خبيزه ودويجه، راه ما نفعوكش المخابرات، راه كاع ما نفعو ريوسهم، راه الاغلبيه فيهم اليوم غيمشيو للسجن، اوكي؟ المهم سميتو مشات لان قريب الطيارات هنايا، اذا ما تبقاش تخرج عينك، وهذا هاد القاضي هذا طلع بواحد الفيديو تيقول لا ما تسبوش اي سميتو، وانا كنتفهم وانا بقى كيدير عام وكنشوف وكنحلل انا كنشوف فيها الانسانيه، الإنسانية مزيانة تكون فيك الإنسانية، حتى عندنا فينا الإنسانية والحب والهوى، ولكن عافيك كاين مون عمي، من تكون فيك الإنسانية مع بحال هذا اللي كينعس الشعب، الموضوع مشى وجبدوا باش ينعس الشعب، جبد واحد الصورة يغطي بها الصورة نتاع الدولة كتغتال والدولة كتسرق والملك ما حاضرش والعافية في وسط البلاط، والناس في وسط البلاط داخلين فاس بجو وقضي فيها الامعاء والمصارين والقلوبه تاع الناس كتباع، هادشي علاش هذا هو الميف اللي عطاو، هو غير حمار بحال كاع الحبس اللي مشاو للحبس، انا قلت لكم كاع اللي مشى للحبس وكان فقير بعدو منو تيخرج طف، كون كان راجل كيتحمل المسؤوليه باش يكون نتاع اب اسره 4 سنين ديال الحبس، كان عام غيتعلم فيه الالكتريسيتي وعام حتى جدارت اوي، ويخرج ويخدم على راسو، كاع الناس في الدار البيضاء في مراكش يعيطوا ليه يصوب لهم الضو، فهمتيني، ولكن لا مشى كي يطبطق في الجمل، ويخرج دابا كيعطينا منذ متى الحباسة كيعطيو دروس، منذ متى وراك شتي سيدك اللي كضرب به المثال المهداوي باش عليه الطوبه، انت الدم ديالك مصور لك القمل والاكل ديالك باتوا فيها بانوا فيها القرواتات، وكتجي باغي تاثر على الشعب،
راه ما عندكمش نتوما يا الملكيين الحق تهضروا وتكلموا في هاد المواضيع. هاد المواضيع راه نتاع الاحرار، حنا غادي نحرروكم حنايا، حنا نخرجكم من المخالب ديال ما نبقاوش نقولوا الدوله نتاع العصابه، هاد الدوله وقع لها اللي وقع للمغلف الكوري، فهمتي؟ ايوا لا المخابرات قطعوا عليك شي حاجه في ايامات اللي داروك مع سميتو شغلك هذاك، اوكي؟ لكن ما تخرجش على الشعب. مازال بقى داك يدور في زيرو. اذا راه قلناها لكم وعاودناها لكم، ما تدافعوش على الفقراء، وما تدافعوش على واحد الانسان ولا ملكي، وما تدافعوش على شي واحد ملكي، راكم كتعطيه واحد القيمه وكتأيدوه وكتلوحوا الناس في الغلط. راه ما كاينش شي حاجه سميتها انسانيه اليوم، واش عرفتوا واش وقع للمغرب ولا لا؟ فهمتيها؟ اوه قاضي، عرفت واش وقع للمغرب ولا لا؟ 30 مليون تاع المغاربه اليوم قبطوهم الصلاقط الشوبيسين، وعروا الرجال وعروا العيالات وعروا الدري الصغار وعروا ولاد السكاكرين والعويتقات واللي يعزب واللي مش يعزب، واش غيديروا لهم منين عروهم؟ عرفتيها؟ هكذاك مزيان. واش هادو دابا غتخدم معاهم الانسانيه؟ راك خاصك ما تخدمش معاهم الانسانيه، راه بحال قلتي لي غتمشي دير الحرب. اسمعوا انا غادي انا شنو الانسانيه، غنجيب لكم لي فوز ولا تيليب نواغ ولا تيليب روز ونجيب لكم الماء. مو جو سوي بور لا بي اي بور لامور. طونس واعدوا لهم ما استطعتم. اذا اخواني اخواتي، راه المدن تاع هاد مول الكاسكي، شوفوا غير السميات ديالهم، هذا مول الكاسكيطا، هذا الهمه، هذا الطز لاكار، هذا ما تعليقطا، هذا ولد الزموريه، لك الله يا وطن. اذا تحيه نضاليه، ومن بعد غندوزو لواحد الموضوع واحد اخر ديال واحد العاهره كانت كتسخر في الطياره، وحتى هي غادي تخرج بواحد الموضوع وغتهضر عليه. فهمتوها؟ مزيان اللي كيعرفها يكتب السميه ديالها، حيت ما كنبغيش نقول السميات نتاع الناس حيت لا قيمه لهم. اذا الى حين ان شاء الله بحول الله.